مرحبا بكم. جاء في خبر عاجل عن مصدر مأذون أنه توفرت معلومات مفادها أن صاحب قناة حنا بعل بحكم علاقة المصاهرة التي تربطه مع زوجة الرئيس السابق يعمل عن طريق هذه القناة على إجهاض ثورة الشباب وبث البلبلة والتحريض على العصيان ونشر معلومات مغلوطة هدفها خلق فراغ دستوري وتقويض الاستقرار وإدخال البلاد في دوامة العنف، هدفه في ذلك إرجاع دكتورية الرئيس السابق. وعملا بحالة الطوارئ وحرصا على ضمان سلامة الوطن وإنجاح الثورة التي تعيشها تونس، تم الإذن بإيقاف المعني بالأمر وابنه في انتظار إحالتهما على العدالة لمقاضتهما من أجل الخيانة العظمى والتآمر على أمن البلاد. إلى اللقاء.